المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير حيكم وأقدم نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. إصابة 38 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. تخريج طلاب مدرسة حقات الزراعية الفنية. مد وصيانة خطوط الصرف الصحي في أسمرة. تنظيم الدولة الإسلامية يؤكد مقتل زعيم بوكو حرام أبو بكر شكوي. إسقاط طائرتين مسيرتين فوق قاعدة تضم أمريكيين في العراق. انتشال جثتي عاملين بمنجم الفحم المنهار شمالي المكسيك. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 7 من يونيو في مراكز العزل بالأقاليم الأوسط والقاشبركة والجنوبي أظهرت إصابة 38 مواطنا بفيروس كورونا، وأظهر 16 من الإصابات في الإقليم الجنوبي، 12 منها في مندفرة، 2 في صنعفي، و2 في صورونا، و14 حالة إصابة بإقليم القاشبركة، 6 منها في بارونتو، و5 في أديبرا، و2 في تسني، و1 في أم حجر، و6 إصابات في أسمرة بالإقليم الأوسط، بالإضافة إلى إصابتين في كران بإقليم عنسبة. في غضون ذلك شفي 63 مريضاً، 44 من الإقليم الأوسط، و17 من إقليم القاشبركة، و2 من الإقليم الجنوبي. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 4499 مريضا، شفي منهم 3987 وتوفي 14، فيما لا يزال 498 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 7 من يونيو 2021. أعلن قسم العمل في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية أن 94% من القضايا الخلافية المرفوعة لقسم علاقات العمل قد حلت بالصلح خلال 30 سنة الماضية، وأن القضايا المتبقية قد ألقي بعضها ويتم النظر في بعضها الآخر. وقال المدير العام لقسم العمل السيد والديسوس إليسا إن القسم مقام من 3 فروع هي العمل وخدمات رقابة أوضاع العمل وعلاقات العمل، ويعمل لضمان تطبيق قوانين العمل والقيام بدراسات العمل التي تحتاجها البلاد والتنظيم وسد طلبات العمل وأرباب العمل ومتابعة ومراقبة تطور العمل وأرباب العمل وتأمين الرعاية الاجتماعية والسلامة الصحية للعمال. وأوضح أن جميع الأنشطة تستهدف ضمان استقلالية وحقوق وتنظيم العمال وخلق أرضية التشاور بين أرباب العمل والعمال بناء على مرسوم قانون العمل الذي يفعل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وحول تسجيل طالبي العمل قال إن التسجيل ليس إجباريا بموجب قوانين العمل، لذلك يوجد الكثير من العمال غير المسجلين. تجدر الإشارة إلى أن إريتريا أصبحت عضو في منظمة العمل الدولية عام 1993 ووقعت على 8 اتفاقيات أساسية لمنظمة العمل الدولية. خرجت مدرسة حقات الزراعية الفنية 273 طالبا يوم 5 من يونيو، بينهم 108 من الطالبات. وتخرج 66 من الطلاب في الميكانيكا الزراعية، و76 بعلم النبات، و63 بحماية التربة وحفظ المياه والتنمية المروية، و68 بعلم الحيوان. وقال مدير مدرسة حقات الزراعية الفنية الأخ سياس صقاي في مناسبة التخريج إن المدرسة تسهم من خلال التعليم الذي تقدمه في برامج التنمية والإعمار. أوضح مسؤول متابعة ورقابة الجودة التعليمية في وزارة التعليم السيد معشو قبل تنسيق إن العمل جار بإدخال الدورات التعليمية الجديدة وامتلاك كفاءة عالية ليتماشى التعليم المقدم في المدارس الفنية والتجارية والزراعية مع راهن متطلبات البلاد. وذكر ممثل الخريجين إن المعرفة المكتسبة بداية لمزيد من العلم والمعرفة والخبرة العملية. وخرجت مدرسة حقات الزراعية الفنية حتى الآن 2803 من الطلاب في 4 مجالات في 20 دفعة.
استشهد المناضل السفير جبريل فاسيل في الرابع من يونيو في الخرطوم بالسودان عن عمر ناهز 82 عاما. درس الشهيد من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الجامعية بدرجة البكالوريوس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وحصل على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من عام 1962 وحتى 65 من جامعة ماك ماستر في أونتاريو بكندا. عمل بعدها كمدير عام في وزارة المالية الإثيوبية من العام 66 وحتى 73، ثم من العام 73 وحتى 74 مراقب للسكة الحديدية الإثيوبية الفرنسية. التحق الشهيد بصفوف قوات التحرير الشعبية في مارس من عام 1975. ناضل الشهيد السفير جبريل في مختلف أجهزة الجبهة الشعبية في فترة الكفاح المسلح، وبعد الاستقلال عمل من عام 91 وحتى 2002 كمسؤول الميزانية ومدير عام قسم المالية ومدير عام قسم الخزينة ومدير عام الإيرادات الداخلية، ثم انتقل إلى العمل الدبلوماسي كسفير لإريتريا لدى الهند وسفير غير مقيم لدى تايلاند وإندونيسيا وسنغافورة من عام 2002 وحتى 2005، ثم عمل كمدير عام لبنك التجارة الإريتري ورئيس مجلس شركة ريتسي بوتلرز التساهمية كوكاكولا حتى تاريخ استشهاده. خدم الشهيد وطنه وشعبه بكفاءة وتفاني. الشهيد السفير جبريل فاسيل رب أسرة وأب لأربعة أبناء، وقد أوري جثمان الشهيد الثرى يوم الخامس من يونيو في الخرطوم بالسودان. وتعرب وزارة الشؤون الخارجية عن بالغ حزنها لاستشهاد السفير جبريل فاسيل وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه. أفاد مسؤول خدمات الصرف الصحي في إدارة الإقليم الأوسط المهندس يوهنس ملو في لقاء مع وكالة الأنباء الإريترية أن القسم قام بأعمال مد أنابيب جديدة للصرف الصحي وصيانة القديمة في مدينة أسمرة. وأوضح أن خطوط الصرف الصحي التي كانت في المدينة يصل عمر خدمتها إلى 100 عام، وإنها كانت تقتصر على شمال العاصمة فقط، لذا تم إنشاء مجاري كبيرة لتصريف مياه الصرف الصحي وتسريب مياه الأمطار رابطة شمالي وجنوبي العاصمة. وصلت الخدمات إلى 65% من العاصمة أسمرة، وأن القسم قائم على العمل الدائم مع توسع المدينة. وكلف مد خطوط تسريب مياه الأمطار بمقاسات مختلفة في شمال وجنوب المدينة بطول 10 كيلومترات مبلغ 75 مليون نقفة، كما تم مد خطوط الصرف الصحي في جنوب مدينة أسمرة بطول 7.6 كيلومتر بقيمة 31 مليون نقفة، كما تم صيانة الخطوط التي خرجت عن العمل بسبب التلف أو الانسداد وتبديلها بخطوط طالت 176 كيلومترا بقيمة 80 مليون نقفة. وأضاف المهندس يوهنس ابتداء من عام 2017 ينفذ المشروع بدعم من مشروع عدها له بالمواد والآليات والقوة البشرية اللازمة، وبهذا تم تحسين أداء خطوط تسريب مياه الأمطار في شارعي أفعبت ومايبلة اللذان كانا تتسبب فيه الفيضانات في السابق بقيمة بلغت 10 ملايين نقفة. وذكر في العوام الثلاث الماضية تم صيانة 18 كيلومترا من خطوط الصرف الصحي بقيمة 20 مليون نقفة، موضحا أنه يتم استعمال الأنابيب البلاستيكية المنتجة في مدينة مصوع. وأخيرا بيّن المسؤول الخدمات الصرف الصحي بإدارة الإقليم الأوسط المهندس يوهنس أن العمل على تغطية المجاري وتوسيع خدمات الصرف الصحي وصيانتها هي من أهم البرامج المستقبلية للقسم، وهب المواطنين للاستفادة من البنية التحتية للصرف الصحي المتوفرة كما ينبغي. دمرت حرائق شبت في ضاحيتي تكرريت في مديرية دقة وضاحية قرقرقرسي في مديرية سلعة أضرت بالثروة الغابية والمزارع. وأورد مراسل وكالة الأنباء بأن اندلاع حريق في ضاحية تكرريت في الثاني من يونيو أدى إلى دمار 1100 شجرة ليمون و300 شجرة باباي و100 شجرة برتقال، بالإضافة إلى مضختي مياه في مساحة زراعية بلغت 10 هكتارات. وأوضح رئيس قسم شرطة مدينة غردات السيد إيوب تخلزقي بأن ترك النيران مشتعلة وأنشطة التفحيم غير القانونية وحتى رمي أعقاب السجائر دون إطفائها من قبل المواطنين غير المسؤولين تؤدي دائما إلى حوادث مماثلة. هذا ولا زالت التحريات عن أسباب الحادث جارية. وفي حدث مماثل اندلعت حرائق من الأول وحتى الرابع من يونيو الجاري في ضاحية قرقرقرسي التابعة لمديرية سلعة، ما أدى إلى دمار 20 هكتارا من الأشجار.
وأكدت الأنباء الواردة بأنه قد تمت السيطرة على الحرائق بجهده والتعاون بين المواطنين ووحدات قوات الدفاع في المنطقة وعمال إدارة المديرية وشركة التعدين زارة. قام مزارعو مديرية شعب بأعمال نفير لإصلاح حواجز بطول 1370 مترا كانت متضررة جراء السيول. أوضح مدير المديرية السيد محمد علي سعيد إن السيول دمرت معظم الحواجز العام الماضي، ما أثر سلبا على ناتج المزارعين، ولصيانة الحواجز ورفع الإنتاجية الزراعية ساهم 3415 مزارعا ومعهم 3245 من الثيران في أعمال النفير. وناشد المزارعون لتلقي الدعم بالآليات وبيّنوا أنهم يقومون بأعمال النفير هذه قبل حلول موسم الخريف لتجهيز أراضيهم للاستفادة من مياه الأمطار. وتوجد في ضاحية شمال منشب 3470 هكتارا قابلة للزراعة، ويستفاد من 2600 هكتار منها فقط للزراعة. ومعروف أن لدى المديرية 2540 مزارعا وأن 700 منهم هن من النساء. بعد الفاصل سيداتي وسادتي عودوا بالأخبار الخارجية. أكد تنظيم الدولة الإسلامية في تسجيل صوتي مقتل زعيم جماعة بوكو حرام أبو بكر شكوي بقتل نفسه خلال مواجهة مع مسلحين من فرع التنظيم الجهادي المتطرف في غرب إفريقيا، وذلك عقب أسبوعين من ورود أنباء عن وفاته. وحصلت وكالة الأنباء الفرنسية على التسجيل من المصدر نفسه الذي أرسل تسجيلات سابقة للتنظيم. في المقابل لم تعلق بوكو حرام رسميا على مقتل زعيمها الذي شن تمردا منذ أكثر من عقد في شمال شرقي نيجيريا، فيما أعلن الجيش النيجيري فتح تحقيق في هذا الادعاء. وأفاد تنظيم الدولة الإسلامية في التسجيل عن إرساله مقاتلين إلى جيب لبوكو حرام في غابة سامبيسا، حيث عثروا على شكوي داخل منزله واشتبكوا معه في معركة بالأسلحة النارية. ويشهد شمال شرقي نيجيريا تمردا جهاديا منذ أكثر من 10 سنوات، والنزاع الذي بدأ بهجمات لبوكو حرام منذ 2009 أوقع أكثر من 40,000 قتيل ونزح جراءه 1,000,000 شخص، وتوسعت رقعة أعمال العنف إلى النيجر وتشاد والكاميرون. أعلن الجيش العراقي إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف قاعدة عين الأسد الجوية في غربي العراق في هجوم هو الثاني بطائرة مسيرة مفخخة ضد هذه القاعدة التي تضم أمريكيين منذ شهر. وقامت بطاريات الدفاع الجوي سيرام التي وضعها الأمريكيون للتصدي للهجمات التي تكثفت بإسقاط طائرتين مسيرتين فجرا فوق القاعدة الجوية الواقعة في منطقة الأنبار الصحراوية. وبدأت الفصائل الموالية لإيران مؤخرا باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة في هجماتها. وقبل ساعات من ذلك استهدف هجوم صاروخي آخر ليلا مطار بغداد لم يسفر عن ضحايا أو أضرار، بحسب الناطق باسم التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين بقيادة الولايات المتحدة الكولونيل واين ماروتو. انتشلت فرق الإنقاذ في المكسيك جثتي عاملين بمنجم الفحم المنهار شمالي البلاد، يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 3 أشخاص فيما لا يزال 3 آخرون في عداد المفقودين. وذكرت شبكة ABC نيوز الأمريكية أن جهود البحث والإنقاذ استمرت طوال الليل ولا زالت جارية إلى الآن. وكانت السلطات المكسيكية قد أعلنت مقتل شخص وفقدان 6 آخرين إثر انهيار منجم فحم صغير في ولاية كواويلا المكسيكية شمالي البلاد. وأشارت وزارة العمل في الولاية المكسيكية لأن المنجم تعرض على ما يبدو لنوع من الانهيار والفيضانات، فيما قال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن سدا أو بركة انهارت مما تسبب في حدوث فيضان.
تقاعد جرز إفريقي ضخم يدعى ماغاوا أمضى سنوات في اكتشاف الألغام الأرضية في الريف الكمبودي عن طريق حاسة الشم كما قالت الجمعية المسؤولة عنه. وتم تدريب ماغاوا وهو من تنزانيا في الأصل من قبل الجمعية الخيرية البلجيكية أبوبو التي تقول إن هذا الجرز ساعد في إزالة الألغام من 225 ألف متر مربع، أي ما يعادل مساحة 42 ملعب كرة قدم خلال مسيرته التي استمرت 5 سنوات. لكن بعد اكتشاف 71 لقما أرضيا و 38 ذخيرة غير منفجرة بدأ يشعر بالتعب، كما قال مايكل هايمان مدير برنامج الجمعية الخيرية في كمبوديا، وأضاف أفضل شيء في هذه الحال هو التقاعد. وزرعت الملايين من الألغام الأرضية في كمبوديا بين عامي 1975 و1998، ما سبب في سقوط عشرات الآلاف من الضحايا. ويستطيع ماغاوا أن يمسح منطقة بحجم ملعب كرة مضرب في 30 دقيقة فقط، وهو أمر قد يستغرق 4 أيام في حال استخدام جهاز الكشف عن المعادن التقليدي. سادتي، في ختام هذه النشرة أعود فأذكر بأبرز عناوينها. إصابة 38 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. تخريج طلاب مدرسة حداد الزراعية الفنية. مد وصيانة خطوط الصرف الصحي في أسمرة. تنظيم الدولة الإسلامية يؤكد مقتل زعيم بوكو حرام أبو بكر شكري. إسقاط طائرتين مسيرتين فوق قاعدة تضم أمريكيين في العراق. وانتشال بثتي عاملين بمنجم الفحم المنهار شمالي